بين شماله وجنوبه ينقسم قطاع غزة إلى نصفين، والفاصل بينهم محور ناتساريم. التقسيم الجغرافي هذا قد يتحول إلى تقسيم اجتماعي وفق ما يلمح له الجانب الإسرائيلي. خطة تقوم على أساس عزل مناصري حركة حماس عن غير المناصرين، بما يشبه تقسيم القطاع إلى إقليمين، وترمي الخطة إلى تشكيل إدارات محلية في المناطق المعزولة تكون تحت حماية الجيش الإسرائيلي. فإسرائيل تصر على نزع حكم غزة من حماس وترفض استمرارها في أي مرحلة خلال عملية إنهاء الحرب. هذان العملان، العملية العسكرية من جهة والقدرة على تغيير الحكومة من جهة أخرى، سيؤديان إلى تحقيق هدفين المهمين في هذه الحرب: تدمير نظام حماس وقوتها العسكرية وعودة الرهائن. وفي أي مرحلة من أي عملية لإنهاء الحرب لن نقبل حكم حماس في غزة. تبدو الخطة الإسرائيلية ممكنة من الناحية النظرية، خاصة أن هناك أصوات شعبية عديدة تعادي حماس وسياستها في القطاع وتطوق للخلاص من الحرب بأي ثمن. لكن من الناحية العملية، لحماس قاعدة لا يستهان بها من المناصرين، وما زالت تمتلك قوة عسكرية على الأرض وتحتها. وعن إمكانية تعاون أي من السكان الفلسطينيين مع الخطة الإسرائيلية، فهو أمر معقد وليس من الهين القبول به شعبياً. إن هدف العدو القضاء على المقاومة هو أمر محكوم عليه بالفشل، وقد باتت هذه حقيقة لا جدال فيها. لا يبدو أن حماس ستوافق على صفقة تقضي بإنهاء حكمها. أما عن حكم الإدارات المحلية، فسبق أن جربته إسرائيل في الضفة الغربية في ثمانينات القرن الماضي ومني بفشل ذريع. فهل ينجح في غزة في ظل حاجة السكان الماسة لأبسط مقومات الحياة؟